أحصل لكم هذا، يقول أن في بلدهم عادة وهي أن المرأة تأخذ اسم عائلة زوجها عند الزواج، فهل هذا جائز شرعا؟ هذه عادة باطلة، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينتسب إلى غير أبيه ولا أن يتولى غير مواليه، والاسم نسب واسم العائلة نسب، لأنه إما نسب إلى الجد وإما نسب إلى القبيلة، وهذه العادة مأخوذة من الغرب أن المرأة إذا تزوجت تتسمى باسم عائلة زوجها، وهي عادة باطلة ليست من عادة المسلمين، لم تكن موجودة أصلا في بلد من بلدان المسلمين، لكن لما جاء الاستخراب الغربي ودخل بلاد المسلمين الذي سمي كذبا بالاستعمار، الاستعمار يعني طلب الإعمار، وهم والله ما طلبوا الإعمار، طلبوا الخراب، أرادوا أموال الناس. لما جاء هذا الاستخراب ودخل بلاد المسلمين صارت هذه عادة عند بعض إخواننا، وهذه عادة باطلة تخالف شرع الله، يجب إبطالها ويجب اجتنابها ويجب إصلاح ما وقع منها. نعم.